أنك أنت تبني تحت رعاية وزارتي النقل والتعليم العالي. نظمت جامعة الجلالة الأهلية النسخة الأولى من مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات بمشاركة وزراء النقل وممثلين تجاريين للدول المطلة على البحر الأحمر ورؤساء موانئ وشركات عاملة في قطاع النقل البحري. احنا مستهدفين نعمل 9 موانئ جافة ومناطق لوجستية، كل ده موانئ شغالين فيها بدرجة ما، سواء في نشر، سواء في تعاقد، سواء في تنفيذ فعل على الأرض. ولكن الميناء اللي قارب على الانتهاء هو ميناء 6 أكتوبر، وده بينشأ بالاشتراك مع أو بالتعاون مع القطاع الخاص المصري الأجنبي المشترك. التقابل المستمر والمباشر بيحل مشاكل كتير جدا، وده اللي احنا بنعمله فعلا في قناة السويس. احنا بننتقي مع العملاء وبننتقي مع اصحاب الاونرز بتوع السفن، وبنشوف ايه مشاكلهم ونحاول نحلها، وبنجذب بكده سفن جديده انها تعبر في قناة السويس. اشرت في حديثي الى التجربه الاولى التي تمت في الجسر العربي من خلال النقل البحري بين مصر والاردن والعراق، واعتقد هذا الموضوع بحاجه الى تعزيز. لذلك عندما تحدثت اليوم بضروره الربط السككي من العقبه الى عمان لتعزيز النقل عبر البحر الأحمر من شرق آسيا إلى أوروبا. على مدار يومين يناقش المؤتمر خلال 8 جلسات آليات دعم وتطوير النقل البحري وفرص الاستثمار في المناطق الاقتصادية، وكذلك دور المؤسسات التعليمية في تأهيل الكوادر في مجال النقل البحري. النقل البحري ليس تجارة فقط وليس نقل، ولكن هو صناعة، صناعة بتعتمد على علم وتعتمد على منظور جديد لصناعة النقل البحري. العالم كله شفنا كيف تأثرت هذه المنظومة بعد جائحة كورونا، فلابد من أفكار وأطروحات جديدة، ولن يستطيع القيام بهذا إلا الجامعات. النهاردة عشان فعلا نحط رؤية متكاملة، تعاون مشترك، تطوير بنى تحتية، تطوير بحث علمي، تطوير قدرات بشرية، النهضة بالسياحة من خلال السياحة البحرية. دور دلوقتي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي إيجاد برامج جديدة محتاجها سوق العمل تحت مسمى البرامج البينية، تخصصات متداخلة بين علوم مختلفة متخصصة بهدف الوصول إلى احتياجات سوق العمل وعلوم المستقبل. النهاردة كمان ربط ما بين مدينة الجلالة والعالمين عن طريق العاصمة الجديدة بخط قطار سريع، ده أحد المشاريع الحقيقة الكبرى اللي بتصب في مصلحة السياحة والسائحين. ملتقى حيوي يعكس توجه الدولة المصرية نحو تعميق التعاون الاقتصادي مع دول حوض البحر الأحمر وشرق إفريقيا، بما يحقق التكامل الاقتصادي ويعزز وحجم التبادل التجاري ويشجع الاستثمارات.